طيب خلينا نروح بقى لأبطال مصر في الاسكواش. أبطال مصر في الاسكواش المتصدرين التصنيف العالمي محمد الشرباجي ورنيم الوليلي في بطولة في أمريكا، بطولة ويندي سيتي في أمريكا. قدرنا نكسب البطولة رجال وسيدات ما شاء الله. محمد الشرباجي فاز بالبطولة بعد ما كسب الإنجليزي نيك ماثيو في المباراة النهائية 3-0. خلي بالكوا نيك ماثيو ده المصنف رقم 3 على العالم، الشرباجي رقم 1. نهائي البطولة محمد الشرباجي بيتوج أو بيفوز ببطولة ويندي سيتي للإسكواش في أمريكا ما شاء الله، حاجة تفرح محمد الشرباجي متصدر التصنيف العالمي ده. طبعا نجمنا محمد الشرباجي، ألف ألف مبروك لاتحاد الإسكواش، وألف مبروك لمحمد الشرباجي اللي بيحافظ على تصنيفه رقم 1. حاجة جميلة جدا، راجل كسب 3-0 11-6 و11-3 وانسحب نيك ماثيو في الشوط الثالث بسبب الإصابة. الراجل اتعور نيك ماثيو ما قدرش يكمل المباراة، قال له هو مش قادر، كان مصاب. ومحمد الشرباجي بطل بطولة ويندي سيتي للسكواش اللي اتلعبت في أمريكا على مستوى السيدات. دي طبعا لحظة تسليم محمد الشرباجي كأس البطولة. عندنا نجوم السكواش ما شاء الله، يعني مصنفين أول عالم في الفترة الحالية، بقالنا فترة إن شاء الله نكمل كمان ويطلع أجيال سواء بنات أو ولاد يكملوا المسيرة، ودايما كده السكواش المصري يبقى في العالمية ويبقى مصنف رقم 1. المباراة النهائية كانت ما بين رنيم الوليلي المصنفة الثالثة على العالم ونور الشربيني. كنا مستضيفين احنا نور الشربيني قريب كده من حوالي شهر في قناة النهار رياضة، ومباراة ما بين اتنين مصريات، يعني اتنين مصريات في المباراة النهائية، رنيم ونور. لكن في النهاية قدرت رنيم، فرق الخبرة طبعا لصالح رنيم، تكسب 3-1. اتغلبت الشوط الاول رنيم 9-11 من نور، اتنين طبعا زملاء واتنين بنات مميزين جدا، نتمنى لهم التوفيق، واصدقاء وزملاء في منتخب مصر ومشرفينا في امريكا وفي كل حته في السكواش. فانتهت المباراه بفوز رنيم الوليلي 3-1 على نور الشربيني، وفوز رنيم الوليلي بالمركز الاول في بطوله ويندي سيتي للسكواش في امريكا، والمركز الثاني نور الشربيني. نور خلي بالكم، نور الشربيني دي هيجي لها فتره قريب ان شاء الله وهتكون رقم 1 في العالم. لعيبه مميزه جدا ولعيبه قويه جدا سواء رنيم او نور الشربيني. الف مبروك للسكواش المصري.